وصف الديت المثالي من وجهة نظرك. انا بحب الديتس اللي هو بيبقى فيه اكتيفيتي، مش قاعدين بس على قهوه او ريستورانت. لو في ديت خدتها على القهوه يبقى في مشكله كبيره. امان كوفي، احنا اوريدي في حوار. لا ما اقصدش القهوه المصري، حضرتك قعدت هنا للاستاذ زي كده يعني كده. لا انا بالنسبه لي انا بحب الاكل بصراحه، انا بحب المزيكا قوي، وبحس ان هفهم كتير قوي عن الشخص من نوع المزيكا اللي بيسمعها، فبحس انه من كروز من لفلف بالعربيه ونجيب سندوتشات. هو بالنسبة لي حاجة سيمبل جدا، علشان وانا مقررتش ان انا ادي لك وقت من يومي مبدئيا، فا اتس يوجولي نايس تو جست جو جراب، يعني نروح نشرب قهوة او اي حاجة في اي حتة، عشان برضه في نفس الوقت مش عايزة الناس تفترض انه ده الشخص اللي انا بخرج معاه. ما تعرناش بقى. بالظبط. اللي هو انا لسه ما قررتش مشجر والناس تخرج معايا. لا وعادة بيبقى تحقيق، فاهمة اللي هو ابها احكي عن نفسك وطفولتك وعلاقتك مع باباك ومامتك عامله ازاي؟ عندك اخوات يا ترى بتكلمهم ولا بتكلمهم؟ بتقول لخالتك يا طنط. او بقى علشان نستفيد من الخروجه، لا نروح بقى مثلا الاوبرا مثلا، فاهمه؟ ممكن تحب حد بيشتغل معاك ولا صعب؟ اه ممكن جدا احب حد بيشتغل معايا. بحس انها حاجه حلوه قوي ان ارتبط بشخص عنده نفس الشغف بتاعي وبيشتغل شغلانتي، وعايزه اقول له ده فلان الفلاني وحصل كذا والبريك اتاخر وما اعرفش ايه، فيقول لي ليه هو مدير انتاج مين؟ فاقول له كذا، يقول لي اه ده انا اشتغلت معاه في ما اعرفش ايه. بحب الناس تبقى فاهمه كده. مش انا شخصيا بحب ابقى مع حد برضو بره الموضوع، عشان يبقى عندي برسبكتيف بره الموضوع، بيبقى شايفينها بطريقه ثانيه بشكل ثاني. بس زي ما انت قلتي، حد اتليست فاهم الاندستري ده كويس، مش شرط يبقى حد في نفس المجال يعني. لا انا افضل ان يكون في حد عنده شغل بمواعيد معينه، عشان احنا شغلنا عشوائي جدا. فمش طبيعي ان انا احاول اظبط مواعيدي العشوائيه مع مواعيد حد تاني عشوائيه، عمري ما هقدر ان انا اجيب الشخص ده عن مواعيده، حتى لو انا كيوتك هو هيبقى في شيء ستيبلايزنج وجراوندنج في الموضوع. اه ايه ده، لا ما عمري فكرت فيها كده، يعني بالعكس بحس كده اللي هو ايه ده، الله احنا الاثنين متمرمطين تحفه، انا مطبقه ولسه مخلصه، طب انت بتصور، طب اجي لك تصويرك، فنخلص عندك تصويرك وبعدين نروح تصويري. هو في البدايه بتبقى حلوه، بالعكس بحس ده بتبقى حلوه، بتبقى فن وانرجيتك، بس لونج تيرم وايز بيبقى صعب. ايه ده؟ ايه؟ عمرك انتقمت اثناء الانفصال؟ اه ده سو ايفل. نو الريفنج عندي تافه جدا، كنت بكفر ان مثلا I'm having the best time, living my best life. وانت اصلا عارف اللي هو يعني لسه مقصر معايا ان الموضوع، حتى لو مش عايز اكمل بس بحاول اركز في حاجه. الريفنج از سويت وين اتس سايلنت، حقك بيجي لك وانت قاعد كده اللي هو يعني نوينج يور ورث، تعرف قيمتك وتعرف ان انت كل حاجه بتحصل بسبب وبس وكمل. اه عملت حاجات مستفزه طبعا اللي هو طب انا بقى هلبس الفستان ده علشان هو اصلا مره قبل كده قال لي الفستان ده مش عارفه ايه، فانا بقى هلبس الفستان ده. عمرك قلت بحبك وانت مش حاسسها؟ نو واي. لا صعب. صعب 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 قوي. انا اصلا صعب ان اقول بحبك الا لغايه يعني مرحله معينه، عشان بقى متاكد فعلا ان انا بحب الشخص ده. لا هو انا ساعات بيحصل حاجات تانية، ان ممكن حد يقول لك مثلا بحبك فتحس وانا كمان اه اي ميس يو مي تو مي تو، فاهم اللي هو كان بعيد كده يعني، لان اصل هتقولي شكرا، ما اصل برضه كنت بقولها والله العظيم كنت بقولها. لا بس دي قاسيه قوي، هي فعلا قاسيه. بحبك ميرسي قوي، شكرا ميرسي قوي، ثانك يو سو ماي ذات سو سويت اوف يو سو سويت اوف يو، اي ريلي ابريشيت ات، اي ريلي ابريشيت ات. اه انا بس انا ابريشيت، I really appreciate it. Yes. ايه العيب اللي ما تقدرش تقبله في شريك حياتك؟ ما بحبش الناس الجادجمنتال اللي بتحكم على الناس، ما بعرفش خالص اتعامل مع طبقيه عرقيه، ان انا احسن من الناس وحد اقل مني، الحاجات دي دايما بتنرفزني. وطبعا بقى طبعا يعني اللي هو الاوبفيس انه ده يقع عليا انا، اللي هو انا راجل فانا احسن منك فانت تسمعي الكلام، الحاجات دي برضو بت اي نوع من العنف بس بالنسبه لي عنف اللي هو حتى كاجريشن، اللي هو انا حسيت ان انت عارفه الناس اللي لما بتعرفي وانت قاعده مثلا في مكان، موضوع ان هما بيتعاملوا ازاي مع الويترز، دي حاجه حقيقيه جدا. بس ده بس ده تفريق برضو جدا. فوق كل ده لما يبقى فيه اي اختلاف، عشان كده يبقى فيه الكوميونيكيشن، انا ما احبش ابقى مع حد مثلا اللي هو يحل الموضوع باي نوت توكينج، او يهرب من الموضوع، ما لازم نحلها عشان ما يحصلش تاني. ايه اكتر شيء رومانسي حد عمله لك في حياتك؟ اصل الموضوع من قريب بصراحه. هو عمل لي حوالي 6 او 7 بوست كاردز، وعمل زي خريطه كده
الاماكن نروحها. كل بوست كارد كان فيها حاجه عن شخصيتي. اكتشلي انا دلوقتي بفكر في حاجتين مختلفين. عندي ميموري حاجه شبيهه شويه لده، انه حد عمل لي تريجر هانت في عيد ميلادي. اوكي. يعني عمل اداني جواب كده، روحي بصي على مش عارفه ايه، وكتب لي ريدل كده، فانا حلتها. فروحت المكان لقيت فيه بوكس شوكولاته، ولقيت ريدل تانية، وقعدت الهدايا تتصاعد كده لحد ما كان فيه دايموند رينج. بس بتروحي لوحدك؟ لا، ما كان، لا هو كان عاملها لي في حته احنا أوكي. فيها يعني. أوكي كويس. في حاجه تانية انا ببرسبكتيف مختلف دلوقتي بشوف هي رومانتك قد ايه. الشخص اللي بيتمسك بيك جامد في اسوأ الظروف، يعني حد اللي هو اي حد مكانه كان قالك بقول لك ايه، ما خلاص بقى. دي بالنسبه لي بتعبر عن حب مختلف في نظري، قد يكون حب اهم. انا بالنسبه لي the most romantic thing ان اي حد ممكن تعملها ان surprise appearances، يعني مثلا مش متوقع ان هي هتبقى موجوده في مكان انا مسحول فيه ومتضايق وفي الشغل وكذا، وتيجي مثلا بس عشان تقعد معايا ربع ساعه، تسلم عليا وتقعد معايا في الموضوع ده. ده بالنسبه لي ان حد يبقى معايا، يقعد يتمرمط معايا عشان بس مصلحتي ان اكمل الشغل وعشان ما بقاش لوحدي. ده بالنسبه لي the most romantic thing يعني. True. What you take بقى من situation ده كله، انه يا بجد اكتر حاجات رومانتك هي الحاجات الصغيره. ايه اكتر شيء رومانسي عملته لحد؟ انا مره عملت مثلا ستوب موشن ارت، ستوب موشن فيديو اون فالنتاينز داي. ايه؟ جبت اتنين اسمهم ايه، مانيكينز، اللي هم about how we first met. كنت ايه قلبي الهناس، بعمل كده حرام، بصور وبعدين ايه عملته كده فيديو، وايه هيطلع طبعا رياكشن. الابريشيشن كان ايه زفت. اكتر حاجه انا بحسها رومانتك انك تعسف نفسك قوي، تعمل حاجه فيها افورت كبير قوي عشان حد بيعدي بموقف صعب. انا مره لميت شقه حد، عزلت له يعني 5 ايام بالناس بتوعي، لميت الشقه لانه كان لازم، وما كانش هيعرف يعمل كده ابدا لوحده. انا بحب الهايكنج وكل حاجه، وبحب المشي وكل حاجه، وبهدلت نفسي وطلعنا الصامت وكل حاجه برضو. طلعنا الصامت واللي هو في بقى اللي هو كرولينج داون من الماونتن، ده كان بالنسبه لهم اكتر حاجه رومانسيه في الدنيا. اوف ميرسي، شكرا، مبسوطه ان انا تعستي بساطتك. شكرا. لو هتوصف الحب في 3 كلمات، مريم الفنانة تقول ايه لمريم الإنسانة؟ حب نفسك أول. سيلينا جوميز عندها التاتوتا. أنا كنت هقول كده وأنا قلت مين عنده التاتوتا؟ سيلينا جوميز هاز ذيس تاتوتا. حب نفسك أول. زي أكيد في مرحلة ناس كتير قوي عملت تاتوهات بالياباني وكان مكتوب عليها مثلا تشيكن ناجتس. كير سبورت وانكونديشنال. أنا كنت هقول احتواء، بس متهيألي الاحتواء برضه بيقع تحتيه الدعم أو السبورت يعني هو دايما الواحد بيبقى أنا بعمل للشخص عشان بحبه ومش بعملها عشان هو يعمل لي، بس لو السيتويشن اتقلبت وهو ما عمليش احس ياه غصب عنك، حتى لو انت مش بتعملها عشان طب اهو ما تشوف بقى في عيد ميلادي لما يجي انت هتعمل ستوب موشن ولا لا، شوف اخرتها. بس لما يجي عيد ميلادك وانت عامل لواحده ستوب موشن مثلا، ويجي عيد ميلادك وتروح مديالك فاهم اللي هو جيفت فاوتشر، هتتضايق يعني. ما هو برده جيفت فاوتشر بجد؟ بكام؟ تقبل، تشجيع، ان احنا نتطور مع بعضينا يعني. ايوه. او جروث. جروث. هي دي الفكره، ان لازم الطرفين يبقوا واعيين وجاهزين ومستعدين لفكره انا عايز اتطور. هل تؤمن بان الحب ياتي مره واحده في العمر، ام من الممكن ان يحب الانسان اكثر من مره؟ طبعا الانسان ممكن يحب اكثر من مره. فيه يا جماعه زي ما قلت لكم الحب انواع، والواحد ممكن يحب بطرق مختلفه، علشان انا شايفه ان احنا ديفينتلي مش الاشخاص اللي كنا عليها السنه اللي فاتت، فلذلك انت جداً. كل مره ما بتتطور فيها بتبقى شخص مختلف، بتحب بشكل مختلف، وتبقى اصلا متطلباتك في الحب او في العلاقات مختلفة تماما جدا. الفكره بقى في ان انت تخلي علاقه تنفع. هنا انتوا عندكم اجان فكره التطور، ان هو تمام احنا هنختلف السنه الجايه واللي بعدها، يلا نتطور بقى مع بعض، ويبقى عندنا مساحه ان احنا نقابل اختلافاتنا دي بقى في النص، النيجوشيت. ايوه صح. نتفاوض على احنا مين دلوقتي. اظن الوله ده اللي هو بتاع الا اقفل انت، لا اقفل انت، لا ده، وما بشوفش اخطائه، ده ما اظنش ان هو بيجي اكتر من مره، مش لانه مش موجود، بس ده بيعتمد على سنه جرينري كده. ان انت تبقى، مش قصدي اكون ان الشخص اللي بيحب بالشكل ده مش ناضج، بس هو بيبقى الاندفاع ده اندفاع صغير، اندفاع ايموشنلي لسه مش راسي. الحب اللي بعده
ممكن يبقى اقوى بس ارسى، بس احنا متعودين على انه صوره الحب اللي هو عشان اثبت لك ان انا بحبك ويروح ناطط في الميه. انا ده ما اثبتليش اي حاجه دلوقتي. انت مش واقف جنبي وانت مبلول تحت وفي مبلول مبلول وانا بخلص شعري واقعد دلوقتي انا هفرطك فوق. فاهمين بقى هنعمل ايه براكتيكلي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا شايف ان لو هم يعني يقدروا يستحملوك بكل الدفوهات وانت تقدر تستحملهم بكل الدفوهات بتاعتهم، ده الحب الحقيقي. مش هتصحى من النوم جنب الشخص ده بالجراند جيسترز دي. ايوه صح. هتصحى معاهم كل their insecurities وكل your insecurities. فلو ده لو ما يقدروش هم يستحملوا ده والعكس، انا مش شايف ان that's real love يعني. ومش ده اللي بيبيلد حياه اكشلي يعني. هو فعليا الاوبجكتيف من ان انت تقابل شخص وتحبه ايه؟ ان انتوا تبنوا حياه سوا. هل تؤمن بالحب من اول نظره؟ مفيش حاجه اسمها حب من اول نظره. في لا في اتراكشن من اول نظره. ممكن تجيت اتراكتد وتقول ده شخص وسيم. حصلت لي مره ان بيبقى في كده لايك الكتريسيتي كده كهربا كده. ايوه يا حبيبي عشان هي حلوه. عشان هي حلوه. دي كيمياء. ده مش دي كيمياء كده وتقول اوكي يمكن ده مش حب من اول نظره. لا انت مش بتبقى عارف ان هي حب، بس الحب بيتبني. ايوه بالظبط. مش هتبني من اول يوم. الله. مش هتبني من اول نظره يعني. هي ساعات بتبقى صدفه ان انت تتشد لحد ويتشد لك في نفس اللحظه، ولما تتعرف على الشخص ده في كده يتبني بقى حب بعدها. بس ده ما بيبقاش حب من اول نظره، هو بيبقى انجذاب من اول نظره ميوتشوال او يعني من الطرفين، وصدفه يا سبحان الله انه بعد كده الموضوع نفع. فكره الحب من اول نظره من الاول، وهو بيبيلد اكسبكتيشنز مش طبيعيه اتجاه الحب وايه اللي نتوقعه في العلاقات. الاكسبكتيشنز دي فعلا بتدمر بوسيبيليتيز بتاعه علاقات ممكن تكون ناجحه جدا جدا، بس من كتر ما انت عندك توقعات ما بتكملش لانه يو ار نوت بينج ريلستيك. طب عمر حصل كده انكم قابلتوا حد وكان في اتراكشن من اول لحظه وكملت فتره كويسه؟ يا اوكي. طب كويس. والله احنا كنا بنحب بعض، بس عارفه ازاي لما تكوني بتحب انسان عشان انسانه، فاهمه قصدي؟ بطريقتك بالظبط. والله انا بقدرك جدا. I really appreciate you. May I love you. Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate it. Thank you for your feedback. Thank you for coming. بالظبط. I await your feedback. Promptly.